سلام وتحية طيبة للجميع. It's me Kid وحياك يا صاحبي في تختيم Elden Ring، اللعبة العظيمة، لعبة القرن، اللعبة اللي قاعدين ننتظرها من سنين. للأمانة متحمس بشكل مو طبيعي وأبغى أبدأ right now، ما ودي والله أضيع وقت دقيقة واحدة. بس قبل لا نبدأ أبغى أقول حاجة سريعة كذا. طبعا هذا حيكون إن شاء الله بلاي ليست سلسلة تختيم كاملة، حنختم اللعبة. أنا ما أدري عن اللعبة ولا شيء، ما شفت لها أي تريلر، كنت قد ما أقدر حريص أني ما أعرف أي شيء عن اللعبة. اللهم عرفني بعض المعلومات البسيطة من بلدات وغيرها وأيتم، بعض الأيتمات يمكن 4-5 أيتمات اللي عرفناها، عشان بس كنا نشاركها مع أخواننا في السناب على تويتر، تلقونا تحت عندنا في الديسكريبشن، ضيفونا حياكم. فيلا يلا 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 نبدأ يا عمي، بلاش يهرج. اوكي هذه البلدات، طبعا احنا عرفنا انه في 10 بلدات رئيسية، وبعدين تتحكم انت بتغيير مسار البلد على كيفك مع الوقت. ايوه هذا الستاتس. طيب عندنا هذا اسمه فاجابوند اتوقع، والله ما ادري صراحة اسمه، اول مرة اسمع، اول مرة اعرف الكلمة دي والاسم ذا. طيب يعطيك في سترينكث والدكس، بس انتليجنس وفيث عنده 99، فغالبا انه كلوز رينج، وزي ما شايفين اصلا معطيك سيف مع جريت اكس اتوقع هذا، او سبير اكس ميبي، والله ما متاكد، والفيجور عالي، يعني هذا تقريبا زي النايت. تمام، وهنا عندنا ووريور، الووريور يعطيك 16 في الدكس و10 في الانتليجنس، واضح انه بيور دكس البيلد، ما اعتقد برضه اني حلعب. الهيرو بيور سترينث لانه معطيك 16 سترينث، حلو، 12 في الدكس، 12 في الدورز، اتوقع انه هذا جريت اكس، حلو البيلد للناس اللي تبغى تلعب سترينث وهيفي هيفي 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 شو اسمه ويبنز. تمام، الباندت يعطيك 14 في الاركين هنا اللي هو الديسكفري او اللك زي ما كان في اجزاء السوز اللي راحت. عنده بو نايس. طيب تمام، هذا الاسترولوجر اللي هو اتوقع الميج، هذا بيور ماجيك، انتليجنس 16، 12 في الدكس، مايند 15، المايند هنا اللي هو الاتونمنت في دارك سورس، حلو البيلد، 9 في الاندورنس، نت باد. بروفيت، البروفيت اللي هو معلم الفيث اتوقع، بيور فيث يب، تبع الميريكلز، ما اعتقد اني حلعب فيث كأول مرة. الساموراي اللي يعتبر أقوى بيلد كبداية، اللي تحصل عليه كلام مرة كثير وصارت عليه شروحات وناس كثير تكلمت عنه، من أقوى البلدات اللي تبدأ فيها. كلوز رينج كومبات ولونج رينج لأنه عنده لونج بو، وعنده الأوتشي كاتان اللي يعتبر سلاح أسطوري في ألعاب السولز كلها، يعطيك أوريدي من البداية 15 دكس و12 في سترينث، حاجة مرة حلوة. اندورنس 13، نايس. هذا البلد الفني. وات 14 دكس وانتليجنس، او ماي جاد، والله انا اللي فني. اوريدي كمان 11 اندورنس و12 في المايند، يا عيال ايش البلد الايكوال. انا اصلا كنت ابغى بلد زي كذا، انا ابغى بلد اقدر اسوي فيه كل شيء من البدايه. الامانه مره بره اسطوري، اقسم بالله الستاتس خياليه. هذا نفس البريزنر، بس اللهم للفيث، هذا ماجيك وهذا فيث، ايكوال فيث ايكوال ماجيك، وهذا عاد اللي هو البالانس بيلد، البالانس الموجود موجود في كل العاب السولز. والله شكلها بريزنر يا عيال، لانه انا ابغى صراحه بيلد من البدايه اسوي فيه كل شيء، ابغى استمتع بكل تفاصيل اللعبه. اسقري اكيد ميل يا ابو، ايش كلام فاضي، بريزنر وحط فيه ميل، هلا العظيم. الاسم كيد ان ذا هاوس، تايب قلنا خلاص، الايج خليه كبير يا عيال، له 60 سنه في السجن ينو. كيب سيك، اعتقد انه زي الجفت في دارك سولز بتجي تبدا كريزز ماكسيمم اتش بي. هم
هذا الرونز هنا اللي يعطيك شو اسمه زي السولز، زي عملة السولز، العملة حقت اللعبة زي السولز في ألعاب السولز اللي تقدر تستخدمها عشان تشتري وتبيع وتسوي بجريد وغيرها. هذه تعطيك ماكسيمم اتش بي اللي هي الحقك تخليه ماكس للفيجر حقك. جولدن سيد سيد تو رينفورس، اوه هذه اظنها زي الاستس شارد في دارك سولز، اي قس انها زي الاستس شارد لانه احنا عرفنا قبل انه الفلاسك هنا اللي هو الشيء اللي تهيلبه او تستخدمه عشان الام بي المانا الاف بي. Say to hold spirits within. ما ادري الصراحه ايش ذا كراك بوت، اعتقد انه زي الفاير بومب ممكن، ما ادري والله. ستون سورد كي بريكس ذا سيل، او مفتاحين. طيب كان اونلي يوزد، يعني اقدر استخدمه مره واحده بس فيش انا ما ادري الصراحه، ما ادري هذا ايش للامانه. بوس فيزيكال دامج، هذا يعطيني، هذا يقوي الدمج حقي لاسلحه الميلي، بس في خمس حبات يعني واضح انها تايم، لا ما تنفع صراحه. طيب انا الحين عندي الكريمسون امبر وعندي الجولدن سيد وعندي الكيز، صراحه قاعد افكر في الكيز كبدايه. احس الجولدن سيد بتكون بيرفكت، كريمسون امبر، what do you think؟ جولدن سيد لانه ما ادري، انا ما ادري كم بيعطيني اصلا من البدايه استس هل او فلاسك اسمها في اللعبة هنا فلاسك. خلينا على الكريمسون، كريمسون امبر بما انه اصلا 11 بيجر عندنا، والله ما ادري بس ناخذ هذه زي سولز لما ناكلها وتعطينا سولز. نشوف يقول لك يوز تو جين ميني رونز، رونز هنا اللي هو العمله حقت اللعبه. ايش رايكم؟ احس هنا ما في شيء يسوى اني انا اخذ بدايه، ممكن الجولدن سيد ترى بس. والجولدن سيد ما ادري كم اسس بيعطينا، خلينا ناخذ الجولدن سيد يلا. نبغى واحد يا عمي عشش في السجن صار له 100 سنه. لا هذا كانه من كان جبير من الكهف. في واحد ايوه هذا دبي، والله يا عيال احس بيكون برا فري. طيب خليه كبير انه كان عليه سجن مؤبد وطلعوه يلعب هنا. اختار ذا يا عمي ايش، يلا بس يلا نبغى غير بس نبغى له دقن، والله عنده دقن اوريدي. في دقن غير كذا؟ هذا الهير ما اعتقد بغير فيه شيء. خلي الشعر زي ما هو. ايوه هنا اظن ايوه هذا البيرد. لا والله شكله مره ضحك. اوه والله مره فاي. اوكي لزقري خلاص خلونا دقيقة، هذا ايش في شيء هنا؟ لا يلا ليتس جو، خلينا نكمل بس. والله مرة نفسي اسمع قصتك يا صاحبي بس الحماس مليار يا عمري. ذا رينج، ايش هذا جسر؟ قسم الجسر صح؟ عمري ايش السلاح ذا؟ خلينا نستعرض البلد نشوف ايش فيه. في البداية عندنا هنا اللي هو السلاح، عندنا الاستوك يا
ياخذ سي من الديكس اي من السترينث. حلو والله. الدمج حقه 13 7 107 يعني تقريبا 130. نايس اوكي كبداية حلو. هذا اتوقع عصا السحر. عندنا سبل من البداية. حلو والله. لو فيه هذا الشيلد اوه يسوي بيري. حلو يعني في بيري في اللعبة. هذا عدد الدروع حقتنا الست كامل حق البريزنر. طيب و ايش هذا؟ ميموري اوف كريس لوز اول رونز ريتين تو لاست سايت. يقول انك تخسر كل الفلوس اللي عندك وترجع لاخر اوف لوست كريس فيزيتد. مكان اسمه لوست كريس فيزيتد ما ادري قصده هنا انك تخسر كل فلوسك وترجع له. ما ادري هل هو قصده هنا زي الهومورد بون انك مثلا ترجعك. ما ادري هذا هو البون فاير هي نفسها. والله يا ابوي خلينا ندخل ونجرب بعدين نتفاهم. هذه هي الجولدن جريس انكريز. شفت فلاسكس نمبر اوف يوزز. حلو حلو حلو. هذا السبيل خلينا نجربها الحين نشوف. نجرب السبيل. وات ايش بالضربه كذا غريب. هلو وات ايش ذا؟ هذا الرايت مسج تقدر تسوي رسائل زي كذا. ايت قاعد اضغط اكس على بالي زي ذا الصوت. ليه غيروه ثلث يا اخي؟ خلوه اكس. حلو الاكس. يا عمري الجمال ايش النظافة ذي يا عيال. يا لطيف فلطف. ليش الدوج كذا غريب؟ الاكويب لود عندي. طيب ميديم لود مكتوب. طيب ليش كذا غريب احسه ثقيل. يا اخي حقين السوز دول ما يترك حركاته. لا ما تسري عني. ايش كنت ابغى اجرب انا؟ هلاو وات ايت نفس المكان. هنا الحين ايش نطيح ولا ايش؟ وين العالم انا قاعد اطيح؟ شوف دم كله هنا. والله اظنه تراب. طيب مو مشكلة. لو يا عمي عمري ايش ذا؟ اهم شيء اني قاعد اجرب كل جدار القاه يو نو قاعد اضرب فيه. هلو طيب ليش في مكان زي كذا طيب فاضي؟ يا هو للامانه الرسم حق اللعبه والانيميشن وش تذكرني ب ديمون سولز ريميك. شيء بسيط كذا ما ادري والله تشوفون الشيء ذا برضو. اسكري هلو. اقول العالم قاعد تموت هنا. ايش فيه؟ ليش ما يطلع لي؟ ليش ما يطلع الانيميشن حقه؟ ما معنى هيلينج. ساتر يا عمي. اما تدمجت كيف تدمجت؟ ما ضربني ليك وانا الصيحة يا رجل. ليش ذا
حاولت تسوي له بيري. يا ابوي ايش ذا البوس اللي في البدايه؟ مش معقول والله مره قوي. هلو مسالم يويت سلام ييت حصان ييد حصان عند قرون. Don't worry, Torrent. يويت من ذي. Fortune is on his side. Torrent؟ من قصده الحصان Torrent ولا أنا؟ We found him here, after all. تكلم الحصان. ييد حصان اسمه Torrent. من ذي يا ولد. One of his kind is sure to seek. The Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. يوي. إيش اللي قاعد يصير؟ I don't know about carrots. أخي الهلبت والله مرة فني إيش الهرجة. يا ابوي حرك تكفى ايت فلاسك هذا اللي نهيل بتوقع هذا اظن حق الاف بي حق المانا اوكي ايت الظلمة ايش المكان كذا فاضي ييت ايش ذا ايتم طب كيف اخذه يا ابو بعدين اجي مسالم كيف حيلك والله في طريق تحت من ذا دمج دالحين ييت لايك نوثينج طيب بس هنا بعيد يا ولد متأكدين ما تدمج ابوي هذا اذا ما متصل بس ابوي في ناس حاطين توقيع تحت خلينا نشوف يويت ولا شيء لا ليكم ما في افكت للفولينج ايش ذا سايتس اوف جريس شفتوا هذا الايتم اللي تكلمت عنه في البدايه ياب زي ما توقعت هذه الجريس هذه هي البونفاير هنا اتوقع واذا استخدمت الايتم ذاك اخسر كل فلوسي وبس ارجع على اخر حلوه والله مره حلوه اسقري مسالم والله يزيد وان شوت يا عمري دقيقه خلينا نجرب الماجيك يويت والله وان شوت يا عمري عمي استخدمناه وخلصنا دوج يا خلاص كنا من زمان نسوي دوج بدايه اللعبه احنا نسوي دوج اوكي في جامبينج حلو في صوت ييت شو الوسخ هنا ما مات دقيقة
لعب 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 يا مريض. What materials for item crafting. Nice, في crafting في اللعبة يا عيال. هذا معلومة أول مرة أدري عنها. مرة 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 نايس. كذا نظامك. هذا بشيلد. يقول لك switch right switch left. آه عشان تسوي two handed مثلث بعدين R1. حلو الحركة. أبلع يا شيخ. يا عمري. يا عمري. مسالم. يا عمي يا اخي اقسم بالله حقين دارك سولز دول لو ما يترك حركاتهم بس. سكيل يوزنج سكيل كونسيومز اف بي. نشوف السكيل اللي عندنا وشي. يا عمري يا شيخ. كراوتشينج. يا ولد كراوتشينج للضعاف يا ولد. يا ولد عيني. يا تخلينا الكراوتشينج لكم. واذا انجلدت بعد تبكر. جيت. لو. هولدر تو تشارج اتاك اوكي. جامبينج. دقيقة دقيقة. يا ول امي يا عمري. الله مرة حلوة الحركة. تضرب وانت ناطي نو. ستيكس اوف امريكا. ابون داينج. اوكي اذا مت ترجع للمكان هذا. نايس. ايش ذا بوس؟ خلنا هي للاستسلام. عشان كذا حاطينها هنا عند البوس. اوكي 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 دوبني فهمت. اي والله هناك شوف البوس. هلو سولجر جودري. يويت يويت هيز ديد. وات ذا فاك. انا شفت البوس قلت بس هذا الحلقه الاخيره. الله طلع جوك اسقري. جيت رجعنا البدايه. هاي كويس. يعني اصلا الطريق من هناك. نايس كويس ان نزلنا تحت. سترينث الجستر كيف افتحها يا ولد؟ جيت فكيت الماب. يم بالماب كيف افتح الجستر؟ ما ادري والله تصدق. شوف الجستر هنا يقول لك حرك اليد كذا. هاي تزبط. كيف كيف كونفيرم. طيب بس كيف ما ادري والله غريب. يا الله قاعد اضغط اكس متعود. سلام. لو ايش ده ستيل نوكي. لا يا شيخ تذكروا في البدايه لما اقول لكم في تو كيز يعطيكم اياها مفتاحين تحطه تفتح لك المنطقه ذي. يا علي. يلا يلا عوافي 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 خلاص ايش اسوي؟ طيب ما يمدينا على الاقل احنا اخذنا الجولدن. عمري زدنا زدناها حبه. معنا دحين اربعه هنا واثنين هنا خليها كذا. ثلاثه اثنين مره نايس. قلت بلاير اوكي. اوه ماي جاد نايس. هذا الخاتم اللي تسوي فيه استدعاء.
او اتوقع تقدر انت توقع في الارض وتخلي احد يستدعيك. حلو الحركة. جيت ولا شيء. نو هيد ان باث هيد فيست مسج. او ماي جاد اللعبة اخي. ما يزاكي ما يترك حركات. ايش بذا ما نزل يا اخي. والله شوف كانه في شيء مخفي هنا. ليش الكذب؟ ليش؟ ابلع يلا. اخي الهلمت فاقعني شكله. والله يا عيال مره يضحك. اوكي هذه ليش مكسوره؟ دقيقة ليش هنا في دم؟ يا اخي ليش ما يطلع لي انيميشن حق الكيلد؟ يا سلام على التغذية البصرية والشيء الجميل اللي قاعد اشوفه قدامي. ايش الجمال هذا يا عيال؟ يا الله يا المتعة. اوه ماي جادنس. ايش ذاك؟ بعد هناك باك حصان. وهذا مين كمان يا عمي؟ ايش الجمال ذا؟ اقسم بالله متعة. المكان ممتع. منظر خيالي والله. يقول لك جريس اكزيستو جايد. من اول يا اخي. تارنشت. انا اسمي تارنشت الحين ولا زي كان الاشن 1 موجود في دارك سولز 1 اتوقع صح كذا قصدهم. اند ليد ذم الا والله تانشت. اوكي حلوين ذي جولدن ريز. يعني الحين المفروض يطلع منه خط ابيض الجريس هذا ويعلمني الطريقه اللي انا المفروض اروح له وين. يقول لك يوز ذا ماب. اوكي يو كان ابديت يور ماب اندينج. تمام. You can also use the map to freely place. Become. طيب حلو. دينا نسوي هايلايت. طيب. الحين الطريق يقول لي من هناك. هذا الطريق اللي نحتاج نروح. خلينا نشوف هذا الشيء بقى. مسالم. Yes. تارنشت. شفت؟ تارنشت اسمي. اللقب حقنا احنا. زي الاشن 1 كانت في دارك سوز 1. No shame in it. Unfortunately for you. However, without guidance. Without the strength of runes and without an invitation to the round table. ايش بمخوش علي؟ It seems to die. Luckily for you, however, there is one shmi. Vare. Take care. Are you familiar with grace? The golden light that gives life. You may also behold its golden rays. Pointing in a particular direction that نفس هذا الخط. Guidance of grace, a path that a tarnished. Indeed, grace it will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. أخي فاني لادم يدري ليش. Guidance will reveal the path to Castle Stormveil. Castle Stormveil. أتوقع هذا المكان اللي يبغانا نروح له. Home of the decrepit demigod Godric the Crafted. Okay. It's time you set off, I should think, to Castle Stormveil. Okay. تمام. يبغانا نروح كاسل سوتريت. أتوقع اسمه كذا. ما الله ما أدري اسمه كذا غريب. وهذا الطريق لها. ف كيف الخطة الحين؟ إيش ذا؟ ما ادري هل انا المفروض اني اروح على طول على المنطقه اللي هو محدد لي اياها ولا استكشف المكان ولا ما ادري يا اخي. الموضوع غريب. يقول لك ان ايتش هير يو مي فايند. اوكي سامنينج بول يو فايند. يعني يديك تستدعي احد هنا. اوكي ايزي تو سامن اذر بلايرز ات ايست لوكيشنز از كو اوب اند هوستايل. نايس. يعني هذه المنطقه اللي انا اقدر استدعي فيها واعطانا هذا الايتم سمول جولدن. اوكي حلو ممتاز.
بس حاليا انا ما ابغى استدعي احد ولا واحد يستدعيني، انا بلعب لحالي ممكن. ييت اوه عندي نسوي عليه لوك. ايه صقر صح؟ يزدد والله فقع الثاني. في برضه هناك شوفونهم يا عيال، المنطقة جميلة. ايش ذا؟ كيف نروح هناك طيب لو نبغى؟ نقدر؟ ايش الجمال ذا يا عيال؟ شوف تفاصيل البحر. يا الله يا الله يا عيال يا الله، اقسم بالله اني مستمتع بس بمجرد النظر. ما ادري هيهاجمونا ذحين ولا بس يفقعون ولا ايش طريقتهم. اوه اخذنا ريش، اوكي ذس نايس. هذا ايش؟ مضري. Is that a crab؟ هذا الكراب اللي موجود في دارك سولز 3؟ اوه ييت ايش ذا؟ وايت لوز كراب. الله العظيم ايش جد فاني اقسم بالله. هذا ايش الحين؟ يا اخي والله يا عيال كل شيء هنا غريب، ما ادري ايش الهرجة. هذا ايش كمان؟ ارنب. ارنب العيال. كمان الارنب راح. ايزي كيل. بونز حلو. عندي نطلع. ابغى بس اتكي هنا اقعد الفلف في العالم بس ممكن. ياي الله يسري. هذاك الحين ايش هذا؟ هذا وحش ولا فريند ولا ايش الموضوع؟ اي باري ايش ذا؟ مسالم. هذا معاه خيل شفتوه؟ اوه لا والله انمي. دقيقة دقيقة. الله 109 دمج عليه مو مش مرة. يا لطيف. اوه ماي جاد. يا عمري الدوج. بالله كيف شطمت الضربة؟ يا لطيف يا لطيف شبم كذا. عمي اهدى اهدى. صدقوا اذا صقع فيها يتدمج. حلوة والله. يويت. اوه سوالي دفلكت الضربة حقتي. تعال مرة قوي. يا ليل حلوة سالفة انه يتدمج من الضربة اللي عدى عليه. هذه حلوة عجبتني. الله يحرقك. الله يحرقك. الله نفضني بوحدة. اتوقع هذا اقدر اسوي له بيري. والله ون هيت. It's a goddamn bullshit. شكله قوي المفروض ما اتضارب معه. خلونا نتحارب معه مره اخيره نشوف الحين. دقيقه ايوه يعني نقدر نرجع ناخذ السولز حقتنا. طيب حلو. او الرونز. تعال 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 تعال. I'm dead. Oh my god. لا بالغلط. دقيقه دقيقه لازم 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 ارجع مره ثانيه. يا لطيف. طب اقدر استدعي احد يجي يساعدني فيه؟ والله يا ليت. حلو لو اذبح من البدايه بيفيدنا. طب لعب لعب بس حرك. حرك حرك. ما ادري يا واد ودي استدعي احد والله من جد كان يجي يساعدنا. ابغى اذبحه بس على الاقل. واضح انه مره قوي ما راح اقدر اتخارج انا وياه.
يا ليل حركة الدرع دي. طيب حلو، اهم شيء ندمج من الثاني على بنت. تعال وبلعها، تعال يا عمري. الثانية ما بلعها والله ولا واحدة. يا الله شت، والله قوي قوي، ما راح اضيع وقت الحلقة عليه صراحة. يعني لو احطه في راسي والله لا ادركه، بس الحين ماني فاضي له انا. مشكلة الحين السولز عنده الرونز هنا، شايفين؟ يا اخي هرجة الفولن افكت هذه حلوة، عجبتني. اسمع اسمع، باخذ الرونز وامشي. تكفى. اجيك بعدين اتعلم واجيك. الله اتعلم واجيك. ييت خروف. يوه تبلع. سهل. ايش النور اللي طالع ذا؟ هلو تشيرش، هذا حمار. ييت جحا. جحا جابنا يا عيال. سلام جحا. Tarnished. I can see. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? Purchase? I am Carl. هذا merchant الحين؟ Purveyor of food. إيه والله goods. إيه والله. شكله. Yup, merchant Scully. Let's get it. أشوف شو عنده. Throwing dagger. تلسكوب. والله هذا التلسكوب بس 500 يا أخي، أحس كثير. أنا يدوب أصلا مع 600. Telescope and hostile summoning signs. Okay. Enable to practice items. ما أعتقد الآن أحتاج شيء زي كذا. Cookbook؟ لا، أما في cooking عاد. Torch 200. لا، ما راح أخذ هذا الحين. الدرع هذا 76، شو الفائدة؟ هذا الدروع ما أدري حقت مين. Chain. يقول لك not important knowledge in brief. Flask of wonder. هذه اظن اللي اول كان جاني عليها انفورميشنز اول. واي بوينت رونز ادري اخذ حبه منها. فلاسك اوف وندرس فيزيك فيزيك اخذ حبه شوف شيء ايش الفائده. ارون نوفر فلوس لمتها يعني بالله. هذا اغراض ممكن ابيعها. ايش ذا سترينثينج؟ سميثينج. هنا سوي سميثينج. حلو سميثينج ستون. سميثينج تيبل. اوه يمديني اطور الاسلحه اللي معايا، بس يقول لك يبغى سميثينج ستون وما عندي الا حبه. اي باري الله يا شكله مره فني. اوه انا اقول ايش هو النور هذا اول. اجل فهمت فهمت. النور هذا يعلمك انه هنا فيه شو اسمه هذا الشيء؟ جريس. Through your map, travel. Nice. في fast travel. إيوة يا شيخ. يا قروش توني ها. ما معنى. طيب. إحنا قلنا إيش نتبع؟ اللايت هذا صح؟ يقول روح سيدا. روح سيدا. إيش لا؟ ياي. سيلفرز اوف ميت. هلو من ذا؟ يويت الله. حركة النقزة مرة فني. أهل عاجبتني والله. مسوي كامبينج هنا انت وجهك. ابلع. Bone fragments. Is that? This is carving items. Okay. في صوت قاعد تسمعونه؟ صوت كده جرس. صوت اليسار.
خلاص ايش ذا؟ لا تعال هنا. اوه هذا اللي يكون زي السحليه في دارك سولز. لا هذا زي الليزرد اللي في دارك سولز اظن، بس هذا يعطيك يقول لك فلاسك ذان يور ماكسيمم ماونت اللوز. ما ادري ايش اصلا ايش اخذت منها، ما ادري ما في شيء. هذا شو الحين مربع يقول لك نوت سولد. اوكي از فلاسك ثيرد تشيرش اوف امريكا نورث of the mistwood cross the highway bridge and follow the animal trail north. يعني اذا اشتريتها هذه 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 الخريطه. اوكي 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 بس ما في شيء هنا غريب. دقيقه في شيء في الخريطه قدام تشوفونه ايش ذا؟ يب هذاك هناك ايش ذا؟ دقيقة بس كان في هنا في وحش هنا قبل شوي شفته، خلونا نذبحه. ايوب هذا هو. اخي مشكلة العالم مفتوح هنا انك ما انت عارف انت هل تذبحهم ولا تسكبهم ولا ايش الموضوع بالضبط. بولت سميثنج ستون يدينا نطور السلاح يا عيال. بس والله ما ادري انا اطور ولا بأصبر. أصبر ما راح أتسرع بطور الأسلحة على طول. إيش ذا؟ هلاو؟ ما شلون؟ تايم فور فاير. أوكي. أروح ولا أكمل طريقي؟ هذا وولف. دقيقة دقيقة خلونا نكمل طريق انا بس. والله ما ادري يا عيال الحين ايش الموضوع. اكمل في المنطقة ولا استكشفها كاملة ولا اروح على طول على اللايت؟ اللايت اولية وانا واقف هناك عند اخر بونفاير او جريس متوجه على هنا. واصلا في هذه العلامة اللي انا حاطها بروح اشوف ايش في هناك، في شيء غريب طالع عندي بالخريطة. اي حرك. مشكلة ضربة السحر حقت يا اخي بطيئة، تقدر ترفع الضغط. الله كم واحد؟ واحد اثنين في هناك تشوفون هناك عنديك العربة مدري وشي. هذيك هذا كريس صح؟ خلونا نروح نسوي هناك ريست نشوف. نحاول نذبحهم ولا ما ادري ايش طريقتهم. عندهم مصيبة هناك في اللايت اللي انا حاطه. الماركت في هناك ناس برضو. كم واحد يا عمي؟ وفي هنا واحد هناك يا عمي ايش ذولا قديش؟ خلينا نسوي ريست بس. هيا خذ لك. يوووي تبك مين؟ ايش في يا ابويا؟ هناك في ناس يا عمي ايش الحوسه ذي؟ الحين دقيقة خلينا نسوي ريست نشوف وين الطريق يودي. هلاو؟ هلاو؟ كاتسين؟ وات؟ يوو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 و
الأول قابلناها رجعت مسالم. Greetings. Greetings. Traveler from beyond the fog. I am Melina. Melina. حلو الاسم. والله مسويت مون جاز جلست ينو. يويت. يا عمي ورعة صغيرة دي إيش؟ إيش تبغى؟ I offer you an accord. هاتي. والله شيز. Have you heard of the finger maidens?
What? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. لسه كمل قال لي يا الأول. I can play the role of maiden. Okay. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. Okay. You need only take me with you. To the foot of the Erd Tree. Oh my God. يا عيال انت عارفين ايش قاعد تقول؟ تقول انه طبعا انا الى الان من الكلام اللي صار الان واول وانا اتكلم مع ذاك فهمت انه انا تيرنشت قاعد ادور على حاجه اسمها إلدن رينج. حلو، هذه قالت انا اقدر اعرض عليك واساعدك واوريك الطريق مقابل انك انت تاخذني معاك. وقالت جمله غريبه، قالت انا اقدر احول لك الرونز الفلوس اللي عندي لسترينغث. يعني ما ادري هل انا اعطيها الرونز وما ادري، خلينا نشوف دقيقه بسوي اكسبت، بس مع ان وضعها والله مريب ما ادري. اوكي سامن مي باي جريس. يا انا عادت نفس الكلمه. او سامن مي اب. اوكي اتوقع هذه فاير كيبر. انذر ماتر، اي بيكويث تو يو ذس رينج. اعطتنا خاتم سبكترال ستيد ويسل. اوكي بس الخاتم تو ترافيرس جريت ديستانسز. It will summon a spectral steed. Name Torrent. Oh, the horse! The horse Torrent has chosen you. Treat him with respect. Oh my God! أعطت the horse Torrent اللي وياه كانت تتكلم عنده. دقيقة 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 دقيقة. دقيقة. يبغانا نحط الخاتم. اصبر 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 اصبر. نضغط ايش مربع صح؟ يا عمري المرجلة يا عمري يا ويلي الحصان يا عيال ايش ذي المتعة؟ ايوه يا ترند يا اخي ايش 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 الحلاوة هذه؟ دقيقة في حاجة مفكت لنا الليفل اب. يب زي ما توقعت هذه هي الفاير كيبر في دارك سولز، لأنها قالت لي قالت سمون مي ات ذا جريس هذه اللي أنا فيها وأقدر أحول لك الرونز تو سترينث. بس دقيقة اوكي خلينا نلفل نتعوذ من ابليس نعين خير. اوه ما يمدينا نلفل ولا رونز نيدد 811. خلينا نذبح لنا واحد اثنين ونرجع نهيل. ايش ذا خفافيش؟ ووو ايش يبغون ذولا؟ لا يكون عشان في الليل لاني اول قريت مكتوب باست تايم بدك تحول. حلوين خلينا نحول على المورنينج يا عمي بلا خفافيش بلا كلام فاضي. اريد عده 600,000 واحد هنا. طيب هذاك اللي اشوف انا خلي يعدي والاسكريت يا عمري. او ماي جاد كم يبغى 811 صح؟ يا عيال بقي حبه بس بقي حبه لا تغبني لا لا لا. هذا علامه انا حاطها هنا. طيب ايش الشيء اللي كان في الخريطه؟ ورايا مكتوب العلامه اللي كانت في الخريطه اللي جيت عشانها. هذه فيها شيء في هايته انا ما ابغاهم يشوفوني ذولا. ماب ليمب جريف ويست 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 هنا الويست. الحين ابغى اعرف انا المكان هذا اللي انا فيه ايش هو؟ اوه المنطقة هذه كلها اسمها ليمب جريف ويست. طيب اللي تحت هذه ايش هي؟ الكيف، الكيف اوف نولج هذه اللي في البداية بدينا فيها مرة. اوكي نايس. ستريندد جريف يارد. اوه هذه عيال. اوكي اوكي تمام خلاص خلاص. في والله في انا شايف هنا ايش
في المنطقة فيه أشياء كثير مرة. يوي شافني كيف؟ أوه ماي جاد. الله جف علي يا عيال. حط رجلك كاسي نو باري. أوه ماي جاد. طيب نبغى نلفل بس تكفون، خلينا نرجع نذبح ذا الوسخ. الله يذبح امك. بس يا عمي بعدين. دقيقه ايش الفلوس القليله دي؟ ايش التلفيله اللي بريالين؟ والله مره قليل. ازود الفقر يا عمي، فقر عندي نص. الله دقيقه، خلينا نخلص المنطقه الحين هذه اللي احنا فيها وبعدين نشوف ايش ناقصنا باقي قدام. تريجر تشست هيد. وات؟ اي والله صندوق. هذه المرة ما طلع صادق، أول مرة يصدق صراحة. أوه لونج. لا جريت سورد، لا يا شيخ، ما أعتقد أقدر أشيل جريت سورد أنا، وهذا أعطاني الشيلد حقه. يا الله يا دمج السلاح. God damn، بس يبغى 16 سترينج. لا يا شيخ. وات أقدر أشيله بيدين؟ لا لا. إي والله. أوه يا الدمج يا عمري. 157 وهذا 121، والله فرق. طب أقدر أشيل السلاحين مع بعض؟ كم اللود؟ طيب أقدر ألبس ذا هيفي؟ لا دقيقة، لو شلت أنا هذا الشيء برضو لا، لو شلت هذا السلاح لا أقدر. حلو. إيوه يا شيخ، إيوه يا شيخ يا عمري المتعة. يلا تعالوا أطلق شنف فيكم يجيني. هذول اثنين صح؟ أوه هذا الثالث. وين في احد ورايا بسرعه؟ اوه ماي جاد يا عيال يا اخي، سلاح بطيء. ابلع انت وياه. نعطي حركه ال يا عمري. ايش ذا السلاح؟ ايش ذا السلاح؟ يا الله. فليل. هذا السلاح تكس يبغى 18، انا عندي 14. طب اقدر اشيله برضه بيدين؟ لا ليش طيب؟ انا قدرت اشيل اللي اثقل منه. يلا يلا عوافي. دقيقة بس يا عيال. دقيقة واحدة معليش. يلا ليتس جيت. انا ابغى ذاك اللي ناداهم اول اللي معاه الهورن، اظن ذاك صح؟ اي والله شوف الهورن معاه. تعال تعال ابغى اسحب ذا، انا ابغى اسحب ذا. ضربة بطيئة دقهر. والله جوني اثنين. طب هذاك اللي يشوفني اهم شيء. يا ابوي هذا ايش 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 بوم درعه كذا قوي. يا عمري يا عمري. ليتس جيت ات. تكفى. جاد دام. لا لا. اوه بغيت ابلع يا عيال. دقيقة انا اوريكم ايش بسوي. ابلع. اقسم بالله الحركة مرة بني. ابلع انت كمان. ابغى راعي الهورن انا ابغى راعي الهورن.
أبعطيه الدنك الأسطوري ذي الحين أريكم فيه. دقيقة. شو 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 هذا العيونكم. لا كويس انك جبته. مسرع ناداهم يا عيال والله ما طلع الصوت. نسيت 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 تكفى. تعالوا 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 نتخاف تعالوا. ابلع ابلع يا مريض عمري عمري يا اخي. ميزة السلاح قاعد يجلد شو اسمه ستاجر سميثينغ ستون. ليتس جو اللي بعده. تعال 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 نخلص من ذولا. تعال دورك. يا عمي ايش فيه ايش فيه. ابعد ابعد. الله السلاح مره مره قوي. I like it والله. حلوه الحركه. يقول لك اذا ذبحت فيه كانوا ناس متجمعين كثير وذبحتهم يعوضك بالاستس اللي استخدمته. ها شوف ايش استخدم. استخدمت الازرق. الله ما ادري صدق ايش ذا. حلاو مسالم باب. واو ايش ذا. هذيك سكيلز يا عمري سكيلز. اوه ماي جادنس يا عيال. نايس. هذه سكيلز انا اقدر استخدمها. ويستون نايف. النايف هذا السلاح الحين ولا ايش؟ Can add new battle arts and okay كيف طيب؟ أتوقع لازم بونفاير أو غريس يعني. مو مشكلة خلنا نرجع طريقنا ونكمل. أتوقع أنا نظفت المكان هذا صح؟ ما عاد فيه نايتمات ولا شيء. شوفوا الى الان الامانه صاير دمج الوحوش علي اقوى شوي، فانا قاعد افكر المفروض واتوقع والله العالم انه انا المفروض قبل لا اكمل في القصه احاول اخلص المناطق الجانبيه ميبي، لانه صراحه دمجهم صاير مره قوي. فقاعد افكر انه انا ارجع، وزي ما شايفين الخريطه كبيره يا عمي، فيها مناطق فيها اجزاء مره كبيره انا باقي ما خلصتها. طبعا من هنا انا اخر شيء وصلت، ومن هنا كان الطريق الاساسي اتوقع لما وقفت عند البونفاير ذي. فشوفوا شوفوا شوف المساحه قديش كبرى. فقاعد افكر والله اني ارجع واكمل المناطق او اسوي استكشاف كامل للمنطقه بعدين انا اخش على او امشي على القصه. What do you think؟ بس خلوني اتاكد دقيقه بس واحده، ابغى اشيك وقت التصوير لاني نسيت اسوي تايمينج. ابغى اتاكد وقت التصوير كم مشي عليه، هل نكمل ولا نوقف؟ عدت تقريبا ساعة تقريبا بالضبط ساعة. شو رايكم نخلص الكيف اللي احنا وقفنا عنده اول؟ يلا نخلص الكيف. دقيقة بس. نرجع للكيف اللي هنا.
عشان برضو نشوف موضوع ال ييت. سويت لوك على ذا، سوي على ذاك. شو الاستهبال ذا؟ ابغى اشوف الارت السكيلز اللي انا حاطه شرجتها. جروف سايد كيرف كيرف كيف. خلينا نشوف فينا 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 فينا. هذه هي اشز اوف وور، وتقدر الان يا صاحبي تحط الستورم ستومب. حلو، بس السؤال هنا السكين ذاك الداجر ايش هرجته؟ انا باقي ما فهمت والله. هنا يقول لك الستاندرد ما في اي تغيير. ايش الهرجه طيب؟ او هذا الكواليتي يتغير معك. ما ادري ايش الفرق والله. هذه ينقص الدمج بس. عمري اوكي يلا يلا خلونا نكمل الحين الكهف هذا ونشوف ايش الهرجة بالضبط. يا اخي انا ودي اشيل معايا السلاح الثاني، لان احيانا نحتاج سلاح سريع يكون معايا. لو احط الدرع ما يمديني. طيب زي هذول الذياب تقريبا ضربة بالكثير ضربتين وذيز ديد. فينا ايتم في هناك، هذاك برضو الايتم الاخضر مدري وش. خلينا نشوف. هلو في هناك وحوش برضو. طيب قبل ان ننزل خلونا نشوف هنا، ما ادري اقدر ارجع ولا لا بعدين. الا اقدر ارجع. طيب كويس. ايوه ضربني جنابي يا ابوي. هذا اوه هذا كبير. انا اقول ايش بقوي. تعال تعال يا رجل. ام ديد نو واي. الكذب. اوه يا عيال نسينا نلفل معانا 1400. نرجع لهم. اسقر انا توقعت اصلا واحد اثنين طلع 700. هذا نحتاج نذبحه. ايزي از ذس. ما في هنا انك تذبح من فوق صح؟ جولدن بوكس. والله في ايتمات غريبة. نو هيدن باث. لو ستون. والله ايتمات غريبة. بشيك عليها، بس اتوقع انه خلاص كذا ما عاد في شيء، لا والله في من هناك الطريق اصلا. طيب خلونا نلفل. يصير بعدين نجي ننزل من هنا ما يحتاج انه احنا نتضارب معاهم. معلش بس جاني اتصال طارئ. اوكي
خلينا نهيل الليفل اللي معنا، يعطينا ليفلين حلوة حلوة، خليها كذا. ايش رايكم؟ انا الخطة اني اوصل الفيجور ذحين 15 وبعدين اكمل على الباقي. نسقرق الحين على طول، بنسكب يسار او عفوا يمين. يسار مين ابوي؟ انا ابغى واحد بس ينتبه لي. اوكي هذا نجي حبيبي، نقول له سلام. ايزي بوس، ايزي بيزي. ان شاء الله ان شاء الله ويكند قاعد بس باذن الله. يلا بس قرن. حلو دمجنا تبادل. لا 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 يا الله، شو الكومبو ذا اللي ما يخلص؟ يا عمري ايزي دمج. الله نايس. شايفين فرق الدمج بين هذا واللي قابلناه بحصان؟ الله فرق. اعطانا فيلم دارك تاليسمان. اوكي خلينا نشوف التاليسمان هذا ايش فيها. كم اعطانا؟ 1000 و1000 تقريبا، 1000 وحاجه صح. انا جيت اول لقيت هنا مكتوب نقدر نحط التاليسمان صح. يب هذه هي، يقول لك بوست فاير دامج نيجيشن. تمام نحط هذا منه، ما في شيء اصلا. هذا ايش؟ ريتين تو انترنس. دقيقه قبل اروح الانترنس اتاكد انه ما عاد في حاجه. اول كلير بس. زي ما توقعت، انت لازم تخلص بعض المناطق الجانبيه، وال ما ينفع انك انت على طول تبدا في القصه او تمشي في القصه سيده، لازم تلفل الشخصية تقويها. حتى قاعد افكر اني ارجع ذحين اقوي السلاح اللي معايا، والله يعال مرة قوي. حلو معنا ليفل، نحطه في الدكس. لا احنا قلنا نوصل لفيجور 15 ونثبت عليه. الخطة الجاية نوصل شو اسمه انتليجنس 15 ونثبت عليه حاليا، ونرفع الدكس لنوصله 20 عشان الدمج عندنا يصير اقوى. طيب الحين فين نبدأ؟ خلونا ناخذها بالترتيب. تتوقع ذحين لو رجعت اقدر اذبح شو اسمه؟ اقدر اذبح ابو حصان؟ الله لو اقدر اذبح يا عيال. اوه جرجير. خلونا نرجع. والله ودي استدعي ناس بس ما اعرف كيف استدعي. لانه هنا يقول لك سامينج بول، انك انت تروح لناس، بس كيف تستدعي وتخلي الناس تجيك؟ انا هذا الشيء انا ما ادري عنه. خلينا نشوف الاهتمامات اللي معانا. حلو الله يقرب قهرني. دمج 74 برضه ستيل مرة ضعيف. فاك دقيقة يا شيخ، خد اللعب. ما صعب تذبح.
دمج برضو ارتفع بس حاجة بسيطة ما فرق معي. صار يضربني صار يذبحني ضربتين يعني أشياء بس بسيطة اللي فرقت معه. ودي استدعي ناس بس يساعدوني أذبح ينو والله مرة أقول خذ شوف الملتي بلاير هنا. هذا إيش يقول لك؟ If you are summoned you will be حلو transported تمام. Location world and multiplayer will be gun. Your objective will be to help. Okay, حلو. هذا إذا أحد summoned you. Send a cooperative summon sign to several nearby summoning pool. حلو. هذا يقولك you can leave a gold sign. هذا أنت توقع والناس تجي تستدعيك. This sign will appear to. طيب. If you leave. طيب حلو. خلونا نشوف الحين. لو جينا هنا. فين؟ انا بس ابغى اذبحه كبدايه بس وبعدين نتفاهم. قبل بس لا ابغى اسوي حركه نسوي ليفل اب. لا مو ليفل اب, نبغى نغير الاستس لانه لو دخلت على ناس ابغى احاول العب من بعيد او اذا ناس قصدي دخلوا علي بخليهم هم عاد يتفاهموا معاه وانا بحاول اجلد من بعيد. طيب قال لك تجي هنا تروح عند الملتي بلاير. ما اقدر استخدمها ليش؟ هنشوف الاعدادات حقت ال كروس ريجن. ما في مشكلة. سنت سمون ساين فويس كاركتر بلاي اون لاين اول جود. طيب لعند لازم اجي هنا اسوي اكزامن. This summoning pool is now functional. أتوقع إنه هذا زي الإمبر maybe. أنا دحين أقدر أستدعي ناس ممكن. خليني أشوف. ياب. Send cooperation. لا أنا ما أبغى أسوي send cooperation. أبغى أجيب ناس عندي. أبغى أجيب ناس عندي أنا. أجل خلاص خلونا نمشي. طيب خلونا نخطط للوضع الحين. فين هنا؟ احنا الآن هنا حلو. نبغى نروح فين؟ جهة اليمين. هذا ايش؟ في شيء هنا صح؟ لا بالغلط كذا. ايوه معانا الحين حصان والعلوم طيبة. في ساين هنا صح؟ دوبه كان في علامة ساين والله. يوه تكفى نبغى هيلب. رجع العلامة. يلا يلا خلاص بس فوق. هذا خفافيش الله لو ما تسرون عني. يويت اقدر انقز ولا؟ طيب تمام هذا خفافيش. ها تعال انزل ابدأ. ابلع لا تنقص قروشنا وين نقص.
بغيت اطيح يا الله. سميثينغ ستون ذكروني بالله نطور السلاح اللي معنا حق السترينغث ضروري. أمانة العالم كبير كبير، صعب إني أنا أقعد أستكشفه كله وأنا أصور حلقات، مرة 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 صعب الهرجة. في طريقة إن ننزل تحت شايفينها؟ نقعد ننقز من هناك. الله ما أدري الحين أكمل فوق ولا أنزل تحت، خلينا نطلع فوق نشوف هناك إيش فيه. قبل لا ننزل يمكن يمكن. أوه هذا كسرته يطلع لك غرض، والله دوب اللي أدري. أنا أقول إيش الأشياء الغريبة هذه؟ إيش هذا الحين؟ Golden Rune. أوه نايس. أبى أخفى فيش ذا لقرب شلون؟ هذا خفاش صح؟ معطيه وضعية المجنون. اليوحي لي بأني مين موجود؟ في خفافيش كثير هنا. عمري ون شوت دام ون شوت الامور طيبة ان شاء الله. ايزي قالبك انت ابلع. Let's get it. شوف رجعوا لي الاستس فلاسك حقي. خلينا نستخدم هذا عشان بعد اذا قابلنا برضو ناس. اوه في هناك بون فاير حلوين. خلينا بس ايش ناخذ عندها. هاي الكراب هناك، والله الكراب ما اعتقد اقدر اكل معاه ايش صدق. هذول وحوش ياب. نايس اخطبوط. ايش ذا الاخطبوط اللي يستهبل؟ طيب انا اقول لكم دحين ايش الخطه. بما انه هناك فيه بونفاير او كريس خلونا ننزل هناك في البدايه من عند الكراب. والله ما ادري الكراب اتوقع نقدر نتخرج معاه، احسه قوي يا اخي. الحين لو اقز منين اموت؟ That's a good question ترى. الله I'm dead as hell. طب من فين اجل ننزل؟ طيب كيف ننزل تحت؟ شلون؟ شلون يا خفا يا صقر؟ اخي كيف نزل ذا؟ هاد دوب يستوعب اني مريت من جنبه. تكدي مو من هنا؟ خلنا نرجع ننزل من هناك. ميبي نفس الطريق من هنا. هذول ايش وضعهم؟ والله يا كثر من هناك. في مجزر هناك والله. تعال خلينا نشوف كيف الدمج عليهم. ايزي.
عم يروقنا. نتخاوش مع ذولا. هلا ذولا كلهم اعداء البعض، اعداء لنا اصلا. هلا قلم نتخاوش. قدرة تينك داو الحركة. ساعدتك يا مريض. عمري الاستمر اللي ما تخلص. I like that. تعال. يوي. عمري. ايزي. والله ايزي. طيب الحين احنا مو ذبحنا جروب، المفروض انكم تزبطونا. ترجعوا لنا الاستس. انا ما ادري ايش باقي اسمي استس، والله اني متاثر بدارك سول. ايش ما خلصوا ذولا؟ ايش الصوت؟ اوه ماي جاد. روقنا. ايوه يا شيخ من بدري. ارنا بينك داوغ. انا ما ادري هذول ليش كثيرين كذا في المنطقة. اوه الله كيف ينرفزني. عيال انا وين؟ انا وين؟ يا الله. ايش ذاك الابيض؟ برضه ما اقدر انزل من هنا. اقسم بالله يا عيال في عالم اخر هنا في اللعبة. ايش ذا؟ في الاخير ابغى انزل هناك انا. كيف؟ ممكن احد يعلمني؟ ييت خنزير. يويت. الله حركة الاقزنة مرة عجبتني. ايوه ايوه خنزير ايوه خوش علي. اوكي اتوقع من هنا اقدر امشي. اوكي اوكي تمام مزبوط مزبوط. يعني اصلا طريق احتمال انه صح باذن الله. من هنا ديد اند ولا لا؟ يمدينا ننزل. انزل نشوف ايش هذا. صراحة سويتوا لي خراب. انا مرة خفت منكم. انا مره خايف. اوه الله اكتاد يا عمري. قاعد تفكر تسوي لي تراب مره ثانيه. اوكي طيب ننزل من هنا وبعدين من هنا. ما اعتقد ان في طريق. انا 1600 تذكري. توقع ديد انت.
مفروض ديد اند يا عمري. الله شكل النبتة هذه مرة نادرة، صرفتها من كيسي يا رجل اقول لك مرة. طيب نسد الحصان لانه وراني مشوار، لازم نطلع ونطلع نروح مع الجسر اللي فوق. انا اوريكم اياه يا عمي بالله، حرك انت وياه فاضي ما عندكم ولا شغله. ليه ما بتقرفهم كخريطه يا اخي؟ هاي جبت الضربه حقتكم. ايش ذا؟ اوه اسقري اسقري يا عمري. فين؟ اوه وجه الحصان. نو اوه لازم اوجه الحصان، توقعت يطلعني فوق والله. اوكي طيب اجل خلاص، انا حوقف هنا، افضل اني اوقف والله. ساعه ونص من الحلقه حلوه، استكشفنا مناطق مره كثير، سوينا اشياء مره كثير كحلقه اولى. فهذا كان كل شيء، الله يعطيكم العافيه، نشوفكم على خير وسلام.